Need to go up a little bit higher. الشيكات بتاعتك عايزين شيكات من سنة
هنا ما بيتمش إلا الشيخ، بس في أماكن بيتمو قبل الشيخ. Gracias.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم عظيم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانه وسبحانه من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم كما قال في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة. كان الناس ضالين فهداهم الله به، وكان الناس متفرقين فجمعهم الله به، وكان الناس متناحرين فألف الله بين قلوبهم به، وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون الآن وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، بادئ ذي بدء أسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في بيته في يوم الجمعة على غير أرحام بيننا ألا يخرجنا من صلاحنا إلا وقد غفر لنا ورضي عنا وأعتقنا جميعا من النار. وقبل أن أبدأ في حديثي، أرجو أن تلتمسوا لي العذر في ضعف الصوت، فذلك خارج عن إرادتي، أسأل الله لي ولكم الشفاء والمعافاة. حديثنا اليوم عن سر الإعجاب برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر ربيع، هذا الشهر الذي كما جاء في السنة في أرجح الأقوال أنه شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الناس يختلفون هل يجوز الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بميلاده أو لا يجوز. أنا أتعجب بهذا الاختلاف كثيرا، وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم ميلاده، هو نفسه احتفل بيوم ميلاده، فقد كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فلما سئل لما تصوم الاثنين والخميس يا رسول الله، قال: الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه، يصومه لله شكرا أنه ولد في هذا اليوم، وأما الخميس فيوم ترفع فيه أعمال إلى الله، أحب أن يرفع عملي من أصحابي. أقول إن كان الصحابة لم يقيمون احتفالا حقيقيا، هذا صحيح، للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان في حياتهم وكان في وجدانهم وكان معهم، ليس هناك حرمة أننا نأتي في شهر ربيع فنذكر الناس بهذا اليوم العظيم المبارك. لقد قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام في سورة إبراهيم: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، أليس يوم ولاد النبي يوم من أيام الله؟ يا
يعني أحد المشايخ سألوه في مصر ممن كانوا يحرمون هذه الاحتفالات، يحرمون احتفال بيوم الأم ويحرمون الاحتفال بعيد الميلاد النبي ويحرمون كل شيء، فسألوه في عيد الثورة عيد 25 يناير هو على الفضائيات، قالوا له عم الشيخ ينفع الاحتفال بعيد الثورة ولا ما ينفعش؟ فالشيخ المحتار ليه؟ لأنه خلاص لو قال لا يقوم الناس جميعا عليه يرجمونه بالحجارة، فقال يجوز الاحتفال بعيد الثورة لأنه يوم من أيام الله. إذا كان يوم الثورة يوم من أيام الله ألا يكون ميلاد محمد يوم من أيام الله؟ يكفي هذا دليلا. ما هو سر الإعجاز؟ وما هو سر العظمة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرجل البسيط المتواضع الأمي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب، لم يدرس حضارة اليونان ولا حضارة الرومان، لم يقرأ في حضارة أفلاطون أو أرسطو، لم يقرأ هذه الحضارات، ومع ذلك فعل ما فعل وبلغ من العلم ما بلغ. ما الذي وصل به إلى هذا؟ ثم هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول إن معجزات الأنبياء السابقين جميعا كانت معجزات حسية ملموسة تحس وترى. بمعنى سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا نوح ما هي معجزة نوح عليه السلام؟ هي السفينة، صنع سفينة من الأخشاب في صحراء فأنزل الله له المطر فركب هو ومن آمن معه، وأنزل الله لها الماء الذي تجري فيه فصارت تجري في موج كالجبال كده، وهي تجري بهم في موج كالجبال، فأصبحت سفينة نوح هي المعجزة التي قمرت الناس على الإيمان برسالة نوح. الناس لما رأوا السفينة تجري في الصحراء من هذا الماء، هذه معجزة قوية تجبر الناس على أن يؤمنوا. سيدنا موسى على سبيل المثال، ما هي معجزة موسى؟ هي العصا، مش كده؟ كان معه عصا، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان كبير جدا، فأكلت كل الحياة وكل السحر أو كل الأشياء المسحورة، ثم عادت سالمة كما كانت، وضرب بها البحر فانفلق البحر. هذه معجزة موسى عليه السلام. وسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت معجزته أنه يحيي الموتى، يلمس بيده كده الميت فيحييه الله سبحانه وتعالى، ويمس بيده المريض أو الأبرص أو الأكمه أو الأبرص فيشفيه الله سبحانه وتعالى، وأنزل للناس مائدة من السماء فيها من اللحوم ومن الخضروات ومن الخبز ما فيها. دي معجزة عيسى عليه السلام. لكن معجزة محمد مش كده، النبي ولا نزل من السماء مائدة ولا معه عصايا تكون ثعبان مبين، ولا معه خاتم مثل سليمان يحرك الريح يمينا ويحركها يسارا، ما عنده هذا. فلما لم يكن عند النبي معجزه كهذه المعجزات الحسيه، يعني حسيه يعني ملموسه، يعني يراها الناس ويسمعون صوتها. لكن اقول اين هي معجزه نوح الان؟ اين معجزه موسى الان؟ لو ان اتباع موسى ارادوا ان يدعوا الناس اليوم الى دعوه موسى، لو الناس اللي هم بيتبعوا موسى على حد زعمهم اليهود، وان كنا نحن اولى بموسى منهم اولى بعيسى منهم، لو ارادوا ان ينشروا رساله موسى ماذا يقولون للناس؟ يقولوا للناس احنا عندنا نبي اسمه موسى وجاء برساله من السماء. ما هي معجزه موسى؟ احنا هنسالهم ايه معجزه موسى؟ يقولون العصا تضرب البحر فينفلق، ونلقي العصا فتكون ثعبان. انا اسالهم اروني المعجزه، انا لا اؤمن الا بما ارى، عاوز اشوف المعجزه امامي. ماذا يقول اتباع موسى؟ لا يقولون كلمه، لان المعجزه قد ذهبت بذهاب موسى ومات بموت موسى. ماذا يقول اتباع عيسى اذا سئلوا اليوم؟ ونحن عندنا نبي يلمس الميت فيحييه الله، طيب هاخذه ميت احيوه عشان نشوف، هذا ميت المسوح لا يستطيعون جوابه. أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فشاءت إرادة الله أن تكون معجزة النبي في مجموعة مبادئ وأخلاق سطرها الله في القرآن الكريم. أخوي خد بالك معي،
شاءت إرادة الله أن تكون معجزة النبي محمد خالدة وباقيه إلى قيام الساعة. إذا كانت معجزة موسى لم تعمل إلا في يد موسى، هو حد منكم قرأ إن العصاية بتاعت سيدنا موسى أمسكها أحد أتباعه فعمل إعجاز في يده؟ يعني مسكها واحد من أصحاب موسى مثلا العصاية بقت ثعبان أو فرقت في البحر؟ أبدا. المعجزة في الأنبياء السابقين لا تعمل إلا في يد النبي وحده. دي حتة مهمة، كلام مهم. المعجزة لا تعمل إلا في يد إيه؟ النبي وحده. مات نوح ووقفت السفينة واستوت على الجوديه. مات موسى وانتهت العصا. مات عيسى وانتهى حياء الموت. أما رسول الله فمات والقرآن لم يمت. وهذه المبادئ التي جاء بها النبي في القرآن الكريم ليست مبادئ نظرية كنظريات سقراط وغيره أبدا، بل هي نظريات قابلة للتنفيذ ونفذها رسول الله بالفعل، اللي هي إيه؟ أخلاقيات الإسلام. يعني أريد أن أقول إن الإعجاز في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو معجزة النبي هي مجموعة أخلاق جاء بها في مجتمع يحتاج إلى هذه الأخلاق. ولذلك قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وزكاه الله، يعني ربنا فضل النبي ومدح النبي، زكاه في نطقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في لسانه وفي فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى الأخلاقيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم طبقها على نفسه أولا، هو طبقها، فكان الناس يتعجبون لهذه الأخلاق. سبحان الله، أخلاق النبي، أقول كده، أخلاق النبي فعلت في الناس أكثر ما فعلت عصا موسى. أخلاق النبي فعلت في الناس أكثر مما فعلت عصا موسى. العصا بتاع موسى عملت إيه؟ أول ما ضرب العصا فلق البحر، فبنو إسرائيل كانوا مع سيدنا موسى عبروا الشاطئ الآخر في سيناء. لما وصلوا الناحية الثانية وقد رأوا العصا فلقت البحر، ورأوا العصا ثعبان بعد يوم أو يومين من الحادثة، وجاوزنا لبني إسرائيل البحر سورة الأعراف، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا جماعة، ده القرطبي بيقول كانت ما زالت أقدامهم مبللة بوحل البحر. نفس المعجزة، ليه؟ لأن المعجزة حسية ترى بالعين. أما معجزات النبي فلم تنسى صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل الأنبياء أنبياؤنا وكل رسل رسلنا ونحن نؤمن بجميع الرسل وبكل الأنبياء، معجزات النبي كانت في خلقه. يسأل أحد الصحابة رسول السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان قرآنا يمشي بين الناس. كان قرآن بس مش مكتوب محفوظ في المكتبة، وكان قرآن بس مش محفوظ كده في طاولة السيارة، لا، كان قرآن يمشي بين الناس، يسموه القرآن المتحرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه أحد أحبار يهود، واحد من أحبار اليهود اسمه زيد ابن السعد من أحبار يهود الحاخامات الكبرى، قال لقد اختبر، هو يقول كده، هو القصة، قال لقد اختبرت محمدا في كل شيء من أشياء النبوة إلا شيئين، عرفت أن النبي كل شيء فضل اثنين، ما هما؟ قال يسبق حلمه جهله، ولا يزداد كثرة الجهل عليه إلا حلما. يعني إيه؟ يعني ما بيغضبش، يعني الغضب بتاعه متأخر جدا جدا جدا، دائما حليم، دائما رؤوف، دائما حنون على الناس، وكلما تجهل عليه يزداد عليك حلما، وكلما تغلط عليه كلما يزداد لك رأفة ورحمة. ألف حبيت نختبر الكلام ده، شوف الكلام المكتوب في القرآن ده صح ولا غلط، ونشوف المبادئ اللي هو بينادي بيها بيطبقها ولا ما بيطبقهاش النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء زيد بن السعنة وباع للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلى أجل، باع شيء بالقسط إلى أجل ليس فوري. وقبل حلول الأجل، قبل معاد السداد، دخل على النبي في وسط أصحابه وجذب النبي جذبة شديدة،
فقال أوفي حقي يا ابن عبد الله، فإن لكم من يا عبد المطلب قوم مثلي عن فلان تحبوا الناس طريقكم تاكلوا الحق وما تسددوش الناس. قال فقام إلي عمر، ده روي القصة زيد بن السعد الحضر اليهودي، قال فقام إلي عمر وأراد أن يضرب عنق، فأوقظه محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر أنا وهو أحوج إلى غير ذلك منك، أنا هو محتاج حاجة ثانية، أن تأمره هو بحسن المطالبة وأن تأمرني أنا بحسن الآداء. يعني لو أنت يا عمر عاوز تعمل خير تقول للرجل يعني اتكلم بأسلوب كويس وتقول لي قم وسدد ما عليك لليهود، هذا هو المطلوب. ثم قال يا عمر قم، ولسه الميعاد لم يأتي، يعني الموضوع لسه بعد شهر أو اثنين استداد والراجل يريده الآن، يعني هو المخطئ وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر قم فوفر الرجل حقهم وزده 20 صاعا، اديله 20 صاع زيادة، اديله 20 باوند زيادة. فقام سيدنا عمر دخل بيت المال وأعطى الرجل حقه اليهودي ثم زاده 20 صاعا، فقال ولما الزيادة يا عمر؟ قال أمرني رسول الله بهذه الزيادة لك جزاء ما روعتك، عشان أنا روعتك يعني أخفتك، عشان أنا هزدتك بالقتل فهذه الزيادة. قال أشهد أن هذه أخلاق الأنبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الموقف البسيط في حجمه الكبير في مدلولاته ومعانيه، أن حبر من أحبار يهود يدخل الإسلام بمجرد كلمات سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ورآها مطبقة تطبيق واقع. هذه المعجزة، معجزة الأخلاق موجودة، يعني بإمكانك أنت أنك تدعو الناس إلى الإسلام وتقول لقد جاء الإسلام بالأخلاق الحسنة وأنت تطبق هذه الأخلاق في حياتك كما طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم أبو حاتم الطائي أكرم العرب الذي يعني كان مشهورا بالكرم والجود. عدي بن حاتم هذا كان نصراني، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يختبر النبوة، فالنبي مشى معه، طلعت مشى معه. يقول عدي بن حاتم، وبعدين خد بالك هذه الروايات بأقلام من؟ بأقلام الحاقدين على الإسلام، هم اللي قالوا كده. وكما قال شاعرنا قديما الحق ما شهدت به الأعداء، ده علي بن يشهد. قال فسرت معه في ضواحي المدينة فقابلته امرأة عجوز ضعيف فحدثته كلمة مع ملك فأطال معها الحديث، فقلت والله ما هذا بملك ليقف مع امرأة عجوز ضعيفة ويتكلم معها ساعة ساعتين، ده مش ملك. الملك يترفع خلي واحد من الحاشية يتكلم، واحد من الوزراء، واحد من الحراس، لكن ما يتكلمش. فقلت ما هذا بملك؟ فلما ذهبنا إلى بيته عمد إلى وسادة، يعني أمسك وسادة ما يلبس عليه، حشو ماليف، هو ده الحشو اللي عنده، هي وسادة مبطنة من الداخل بالليف، فدفعها إلي وقال اجلس أنت عليها، وجلس هو على الحصبة على الأرض على التراب. فقلت والله إنه لنبي، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعوذ بالله، هذه الأخلاقيات التي كانت في لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي حركاته وفي سكناته لم تكن أشياء عظيمة الشكل، لكن أشياء بسيطة جدا. يعني النبي لم ينزل مائدة من السماء فعملش كما فعل سيدنا عيسى عليه السلام، ولم يخلق البحر نصفين، لا، ده المعجزة كانت بسيطة، أنه أحيا هذه الأمة من ضلالات الجاهلية. كانوا يقتلون البنات، مش كده؟ كانوا يقتلون البنات هم أحياء، وكانوا يشربون الخمر ويسكرون، وكانوا يفعلون كل المحرمات، فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك كله بكلمات بسيطة هي التي أثرت فيهم فأخرجتهم من هذه الضلالات. يبقى ربنا يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، التزكية التطهير، غسل الناس من الداخل، غسل المعاصي والذنوب، خرجوا من الحالة السيئة إلى الحالة النظيرة. هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده بأخلاقه، وهذه المعجزات عملت حتى في يد أصحابه. الرجل اليهودي
الذي اختصم من علي بن أبي طالب. واحد يهودي حد يعمل موقف سيدنا علي، وسيدنا علي كان خليفة المسلمين، وسيدنا علي وابن عم الرسول وزوج ابنته وأبو الحسن والحسين، فاليهودي سرق الدرع بتاع سيدنا علي. موقف علي سرق الدرع الذي كان حارب سيدنا علي، ودرع علي كان درع مشهور في غزوة خيبر، مشهور كان درعا حصينا. اليهودي خد الدرع، فسيدنا علي شاف الدرع مع اليهودي قال هذا ليك ده بتاعي أنا. فقال اليهودي لا والله بل هو لي أنا. قالوا خلاص إلي بيني وبينك القضاء، مين قاضي المسلمين؟ شريح القاضي. فعاد سيدنا علي ذهبوا إلى شريح، خد بالك رئيس الدولة، نفس الدولة رئيس العالم الإسلامي سيدنا علي، جلس هو واليهودي أمام شريح القاضي. فقال شريح القاضي ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ إيه يقول إيه الموضوع ده؟ قال الدرع درع، ده الدرع بتاعه يحلف على كده. فقال لليهودي ماذا تقول؟ قال الدرع درعي أنا، وأمير المؤمنين ليس بكاذب، أنا مش ما بكذبوش، لكن أنا بقول ده درعي أنا، وأنت أخفي منه، أنا بقول درعي وأقول درعي. فقال شريح القاضي أمير المؤمنين هل معك بينة؟ عاوزين اثنين شهود عدول يشهدوا من الدرع بتاعك. قال أحلف. قال لا لا يمين لك. احنا عندنا في الشريعة احنا البينة على ايه؟ على من ادعى مش كده؟ واليمين على من؟ على من أنكر. سيدنا علي عاوز يحلف، قال له لا مالكش يمين. أنت عاوز تجيب اثنين محترمين يقولوا الدرع بتاعك، قال له ما عنديش بينة. قال إذا الدرع لليهودي. فقام اليهودي وضحك وقال سبحان الله أمير المؤمنين يخاصمني في درع هي له وأنا عارف أمام قاضيه قاضي بتاعه ويحكم بها لليهودي، أشهد أنها أخلاق الأنبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اسمها إيه يا إخوتي؟ ده الإعجاز اللي أنا عاوز أوصله في فكرة الخطبة النهارده، إن النبي ما عملش تغيير جذري وقلب الكون رأسا على عقب، عمل معجزة قلبت العالم أمواج عالية و... لا 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 لا، موضوع بسيط جدا كده. وين حاطين القصة؟ بالخلق بسيط، الرجل اليهودي يجيب القاذورات يحطها قدام باب النبي، النبي ما يتكلمش، يشيلها يحطها في جربش أو أي مكان بعيد، في يوم ما يلاقيش القاذورات مش كده؟ فين الراجل اللي يحط المشكلة دي كل يوم؟ ده مريض، يروح يقول له شفاك الله وعافاك، الراجل يقول له أشهد أنك رسول الله. هو ده الأسلوب، هو ده التغيير اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ده الإعجاز وده صعب، ومش أي حد يستطيع أن يعمل كده، لكن كانت هذه منحة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق من سماه الرؤوف الرحيم، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ونعود إلى ربك فإنه غفور رحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الإمام البصري صاحب قصيدته المشهورة البردة التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال في بردته أن الأنبياء كل واحد جاء بمعجزة، لكن المعجزات كلها إيه؟ انتهت وانصرمت، يعني انقضت. أما النبي فجاء بمعجزة لا تنقضي. فماذا قال البصيري رحمة الله عليه؟ قال جاء النبيون بالآيات فانصرمت، خلصت، وجئتنا بحكيم القرآن، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزيلهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى ندى ميتا فقام له، سيدنا عيسى أحيا ميت واحد، وأنت أحييت أجيالا من العدم، وقيل كل نبي عند مرتبة، ويا محمد هذا العرش فاستلم. هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة النبي لم تكن في تغييرات جذرية، لم تكن في قمر ينزل إلى الأرض، أو شمس تصعد إلى السماء، أو بحر ينفلق، أو رياح تسير هكذا وتعود رواحا وغدوا، ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا الكتاب الخالق القرآن الكريم، الذي احتوى
على الأخلاقيات والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كلمات خالدة طبقها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وربى جيلا من الصحابة تربوا على هذه الأخلاقيات وعلى هذه المبادئ فنشروا بها الإسلام في كل مكان. ورحم الله الإمام حسن البنا حيث يقول سوف نقاتل الناس بالحب. الحب، هل أحد يقاتل بالحب؟ قال نعم سوف نقاتل الناس بالحب. الحب إنك تحب الناس حتى عدوك تعامل معه بهذا الأسلوب كما جاء في الإنجيل وإن كان محرفا باركوا أعداءكم حبوا مبغضيكم. نحن أولى بهذا، نحن أولى أن نفعل هذا. قال لنا أحد الناس يوما أنا أبغضك، واحد يقول الأستاذ حسن البنا أنا أبغضك، قال ولكني أحبك، قال ولكني أبغضك في الله، قال وذلك يزيدني حبا فيك. يعني احنا عدوك بالحب لله والبغض لله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تزوج ابنة أبي سفيان وأبو سفيان زعيم الكفر في مكة وتزوج ابنة حيي بن أحقب وكان ساعتها زعيم بني النضير من اليهود وتزوج صفية بنت الحارث وكان أبوها زعيم من زعماء الكفر والضلال وعاش مع الصحابة وعاش مع المنافقين وعاش مع الكافرين ونشر دينه بالهدى ودين الحق حتى أظهره الله على العالمين. ذلكم هو سر الإعجاب في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أعتذر عن ضعف الصوت في كما قلت في بداية الخطبة لعل الله سبحانه وتعالى في خطب لاحقة يرزقنا قوة الحديث وحسن البيان فنستدرك ما فات منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وفقنا اللهم لما تحب وترضى. اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل افتراقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا دائما لما تحب وترضى بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فقوموا للصلاة ثم الحمد لله. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الأخوة، عندنا مرضى نزعم بالشفاء، وعندنا موتى نزعم بالرحمة. عندنا مريض الأخ سعيد معين حسين بن الثاني بالتنفس الصناعي يطلبكم الدعاء. عندنا ابنتنا بينة أبو الشريعة 6 سنوات تعرضت لحادث في غزة. أسألكم أن الدعاء والدعاء عندهم جميعا في منه. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض. اللهم عافي كل مبتلى. اللهم عافي كل مبتلى. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم عافهم واعف عنهم. ومن كل بلاء سلمهم. اللهم عافهم واعف عنهم. ومن كل داء سلمهم. اللهم اشفِ كسرهم. اللهم داو جرحاهم. اللهم داو جرحاهم. اللهم عافهم بمعافاتك. واشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. أيضا عندنا أخت توفيت اليوم في مصر الحاج أمان محمود عم أخونا أيمن عبد الله أسألكم لنا دعاء المغفرة والرحمة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافنا واعف عنها. اللهم ادنها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وجيرانا خيرا من جيرانها. اللهم اصلح لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم اسقنا في الدرس الأعلى. اللهم اسقنا في الدرس الأعلى. اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صارت إليه. اللهم تقبلها في الصالحين وأنعم أهلها وذويها صبرا وسلوانا يا رب العالمين.
اللهم اسالك ان تشفي جميع مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واهد عاصينا، واقبل تائبنا، رد غائبنا بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا. Dear brothers, also I just like to remind everyone on this the following Saturday, the 4th, February 4th, inshallah, we will have Sheikh Shibli. He is the Sheikh Imam Khatib of Central Jersey. He will be our guest on the 4th of February. For the remembrance of Mawlid Nabi alayhi salatu wasalam, we also will have a performance of our kids from the Mishkat school, and at the end, inshallah, we will have لا.